بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي رسالة الفضائية في لقاء متجدد من يستفتونك. في هذا البرنامج نسعد باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك لعرضها على نخبة من المشايخ والعلماء للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله معالي الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك تحية مباركة طيبة، وأبادرك التحية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويوفقهم على تعاونهم مع إخوانهم في سبيل تيسير أمر هذا المنبر الدعوي المبارك. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان. اللهم آمين. أنتم مشاهدي الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فمرحبا بالجميع. أبا محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا محمد. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك، تفضل بأسئلتك. كيف حال الشيخ عبد الله؟ الله يحييك ويحفظك ويجزاك خير. عندي سؤال، بارك الله فيك، سؤال يسلمك الله. نعم. عن الأجار المنتهي بالتمليك. نعم. أنا عندي صورة يا شيخ، أبي أشوف كان هي صحيحة ولا لا، ممكن أقول بالصورة يا شيخ؟ تفضل. ما هي الصورة؟ الصورة سلمك الله، أنا ذهبت إلى معرض بشتري سيارة، وقال لي المعرض، طبعا بشتريها بالتقسيط، قال لي المعرض أنا إن المعرض ما نقسط، لكن هذا البنك، هذا رقم البنك، تواصل معه يقسطوا لك السيارة. فتواصلت مع مندوب البنك وقال ان نقسط 50-50، يعني تدفع نصف القيمة الآن ونصف الثاني، او نصف الثاني بعد سنتين. خلال السنتين هذه يا شيخ ياخذون تقريبا حوالي 15,000 ريال. هذه قيمة فوائد البنك والرسوم الإدارية وقيمة التأمين للسيارة السنتين. طبعا البنك يا شيخ ما يملك السيارة الآن، هو يشتريها من أجلي. هل هذه الصورة يا شيخ صحيحة وإلا غير صحيحة؟ النصف الآخر تدفعه كأقساط خلال عامين؟ لا، النصف الأول كاش والنصف الثاني كاش بعد سنتين فقط. إيه، وبينها ما زي ما قلت ال15 هذه تدفعها مقسطة. يعني تدفع الآن نصف المبلغ ونصف الآخر تدفعه بعد عامين، وخلال هذين العامين تدفع 15,000 ريال كرسوم وفوائد البنك، فوائد البنك وتأمين. طيب، عموما ترى البنك لا يملك السيارة، هو اشتراها من أجلي. هل هذه نعم. هذه الصورة نعم. ال15,000 سألة. إيه، ال15,000 هذه زيادة على ثمن السيارة ولا؟ طيب، لا هذه وش ال15,000 هذه؟ يعني هل هي داخلة فوائد؟ فوائد يعني فوائد ربوية. إيه، هل هي داخلة هذه الخمسة عشر ألف داخلة في القيمة أم أنها خارج القيمة؟ خارج القيمة. خارج القيمة، يعني هي كما ذكرت فوائد ورسوم وتأمين، ولكنها خارج قيمة السيارة. أي نعم. طيب، أي نعم. واضح واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبا محمد. من معنا؟ عبد الله من المغرب، السلام عليكم. عبد الله معنا؟ ذهب عبد الله. طيب، شكرا للمتصلين، حياكم الله مجددا معالي الشيخ. ونبدأ بالأسئلة المتبقية في الحلقة الماضية، كانت هناك بعض الأسئلة شيخنا المبارك المتبقية وردتنا أيضا عبر تويتر. يقول السائل، نعم، يقول والدي متقاعد وعمره 55 عاما،
وسمع فتوى بأن يصلي في المنزل بسبب الجائحة، جائحة كورونا، وهو يصلي في المنزل حتى الآن، وحتى صلاة الجمعة يصليها أيضا في المنزل خوفا من العدوى. كذلك لم يتلقى أي لقاح، يعني لديه وجهة نظر حول هذه اللقاحات، ولا يحب أن يذهب إلى الاجتماعات، فما حكم صلاته في منزله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا ويرعانا عن الخطأ والزلل، وأن نقول على الله ما ليس لنا به علم، فهو سبحانه الحافظ وهو على كل شيء قدير. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كما علم إبراهيم، وأن يفهمنا كما فهم داود عليه السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإجابة على سؤال الأخ الكريم، يسأل عن الصلاة في المنزل خوفا من العدوى. نعم، هذا الأخ الكريم الذي هو في الواقع تخوف من الكورونا، وأن على كل حال يعني حينما جاءت واشتد وطؤها أول ما جاءت، حقيقة صدر من هيئة كبار العلماء توجيه على اعتبار أنها في قوتها وفي شدتها، وفي كذلك شدة اعتبارها ذات عدوى معدية. فينبغي على كل حال لكل إنسان أن يحتاط الاحتياط التام، خشية أن يعدي أو أن يعدى. وصدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بأن لكل واحد يخشى عنده خشية قوية له الحق أن يصلي في بيته، سواء كانت الصلاة من صلوات الجماعة، أو كانت صلاة الجمعة إذا كان عنده خشية أو آثار لهذه الخشية ونحو ذلك. لكن الحمد لله الآن، والحمد لله الأمر تيسر، والحمد لله وخف، وعلى كل حال يعني أصبحت الآن قد يأتي الآن للناس الآن من الإنفلونزا الخفيفة أو كذلك الرشوحات ونحو ذلك، ما هو في الواقع أكثر مما نرى في هذه التحورات الجديدة، لا سيما فيما يسمى في أوميكرون. نعم نفسه، فهي في الواقع على كل حال أشبه ما تكون بإنفلونزا خفيفة أو نحو ذلك. فلو على كل حال الإنسان كان عنده مزيد من الاعتماد على الله، ومن على كل حال يعني كذلك الأمل في الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، والتوكل على الله، مجموعة كبيرة الآن والحمد لله من المسلمين الذين يرتادون المساجد ويتابعون المجيء إليها، والغالب الأغلب أنه لم يكن هناك آثار لتجمع المسلمين في المساجد للصلاة، سواء كان صلاة جماعة أو صلاة جمعة. وبناء على هذا فنحن نشير على أخينا بأن على كل حال يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وحينما يكون عنده مزيد من الاعتماد والتوكل على الله، فالله سبحانه وتعالى معه إن شاء الله تعالى، وسيحوطه بما يحفظه عن أي شيء. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، في أول الأمر يوم كانت أول ما جاءت الكورونا كان وقعها شديد وقوية،
وعلى كل حال يعني كان هناك احتياطات كثيرة، والآن والحمد لله خفت، وبناء على هذا فلو على كل حال أن أخانا صار عنده مزيد من التوكل على الله سبحانه وتعالى والنظر كما نظر مجموعة كبيرة من إخوانهم على أن هذا الداء الآن قد خف وطئه وأصبح والحمد لله قليل. نحن الآن نرى يوميا الوفاة في المملكة الذي عدد سكانها يتجاوزون 30 مليون، ما يتوفى ما يذكر إلا واحد اثنين وفاة واحدة أو اثنين أو شيء من هذا، هذا الحمد لله فضل عظيم حقيقة. وبناء على هذا فالتوكل على الله متعين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، الله المستعان. نعم، بارك الله فيكم. أبو محمد يقول لديه مسألة أو معاملة مالية الإيجار المنتهي بالتمليك، ذهب إلى معرض للسيارات لشراء سيارة، أخبره المعرض أنه لا يبيع بالتقسيط، اذهب إلى البنك المعين، أعطوه رقم بنك، اتصل على البنك وأخبروه بهذه المعاملة أن يدفع نصف المبلغ حالا والنصف الآخر بعد عامين، وخلال هذين العامين يدفع رسوما وتأمينا للسيارة وكذلك أيضا فوائد بقيمة 15,000 ريال خارج قيمة السيارة. يسأل عن حكم هذه المعاملة. أولا هذه المعاملة ليست إيجار منتهي بالتمليك، وإنما الآن الذي فهمنا من هذا السؤال أن البنك اشترى السيارة من المعرض نفسه أو من عارض السيارة نفسه، فقد تملكها البنك وباعها على عميله بيعا منجزا، فأصبحت الآن السيارة بعد إجراء المبايعة ملكا للعميل نفسه. وكان طريقة على كل حال البيع وسداد المبلغ وكذا على أساس اتفقوا على السعر معين، وعلى أساس أن يدفع نصف الثمن في الحال يعني حالا فورا، ويدفع الباقي مقسط. وفي نفس الأمر هناك مبلغ 15,000 ريال، هذه يقولون بأنها زيادة في المبلغ واتفقوا عليه، لكن إذا كانت 15,000 مقابل فوائد ربوية هذا لا يجوز بحال من الأحوال، يعني على أساس أن نصف القيمة أجلت ولكن نظرا للتأجيل يؤخذ في مقابل التأجيل مبالغ على أساس أنها فوائد أو رسوم. أما الرسوم فيما يتعلق على كل حال يعني استمارة السيارة أو رخصتها أو نحو ذلك فهذا لا بأس بذلك، وهذه إجراءات الدولة وعلى كل حال يعني وتنظيم لا يترتب عليه لا ربا ولا يترتب عليه، لكنه حسب ما سمعنا من السائل نفسه أنه يقول وغير ذلك من الفوائد للبنك، فمعنى هذا أن البنك أخذ فوائد على المبالغ المتأخرة، وهذه الفوائد ربا ولا يجوز بحال من الأحوال، ويحرم عليه أن يرتضي الربا على في 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 هذه المعاملة. وفي نفس الأمر كذلك يحرم على البنك نفسه كما يحرم عليهما جميعا الرضا بالفوائد الربوية. وأما لو على كل حال كانت هل 15,000 هذه خاصة برشوب ونحو ذلك تتعلق مثلا بالرسوم يعني استمارة سير السيارة ونحو ذلك، ممكن هذا على كل حال يكون هذا من الإجراءات. أما وأن يكون من ذلك فوائد فالفوائد محرمة لأنها ليست فوائد من الثمن، وإنما هي ذكر بأنها فوائد لقاء شيء لقاء التأخير، فإذا معنى هذا أن المعاملة فيها شيء من الربا والربا لا يجوز، فلا بد من تحرير
المعاملة لتكون نقية من ذلك. نعم. وأيضا أشكل عليه مسألة تملك البنك للسيارة، يقول أن البنك لا يملك السيارة. كيف؟ كيف هو بنفسه يقول بأن البنك اشترى السيارة، هو أراد أن يشتري السيارة هو هذا السائل، ولكن ليس عنده ما يمكن أن يدفع به الثمن، وقال الذي عنده السيارة رح للبنك والبنك يجي ويشتريها منا ويبيعها عليك بالتقسيط. فهذه العملية، وهذه العملية جيدة لو سلمت من هذه الفوائد الربوية. نعم. من أسئلة تويتر شيخ عبد الله، مشرقة تقول أن أمها تسأل هل ابن أختي محرم لها؟ ابن أختها. نعم. ابن أختها أليست خالته؟ نعم. فهي خالة لابن ابن إلى آخره. نعم. هي خالة. نعم. له. خالة له. وبناء على هذا فهؤلاء الذي هو ابن خالتها، ابن ابن خالتها، ابن 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 خالتها إلى آخره، كلهم محارم لها. نعم. أيضا في سؤالها الثاني، هل يجوز النوم والقدم أجلكم الله المشاهدين باتجاه القبلة؟ على كل حال إنما الأعمال بالنيات. نعم. وهو في الواقع الذي ينام لا ينام فيه. إنما الذي جاءت التنبيه على الابتعاد عنه وما يتعلق في ذلك هو قضاء الحاجة. نعم. متجها إلى القبلة. نعم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والقبلة الذي هو مكة جنوب المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال القبلة ويقول ولكن شرقوا أو غربوا. فبناء على هذا فهذا هو الذي لا يجوز. أما مسألة الإنسان ينام وهو متجه إلى القبلة أو كذا، هو ما قصد الاتجاه إلى القبلة، وإنما هو جهة من الجهات، وكذلك كونه ينام ليس فيه إهانة للقبلة حتى يشكك في ذلك. نعم. يعني أيضا من المسائل التي يسأل عنها قريب من هذا السؤال، مسألة مد الرجلين وبعد الانتهاء من النافلة وفي حال انتظار الإقامة، وقد يمد رجليه وأمامه مصحف، فهل هذه أيضا يعني التحريم؟ ما ترتاح لمثل هذا الشيء، فكتاب الله محل إكرام. صحيح. وتقدير واحترام، ولا يعني نقول والله بأن هذا مخالف لعلك التوجيهات النبوية أو من كتاب الله أو من سنة الرسول، ولكن ينبغي أن يكون كتاب الله محل إكرام. حسنت. وتقدير. حسنت. وإجلال، وأن لا يكون محل إهانة ونحو ذلك. الآن لو أراد يعني لو كان هناك مثلا يعني رجل ذو مكانة وكرم وعلم وكذا، هل تطمئن نفسه أن يمد رجليه إليه؟ لا. فإذا كان كذلك فعلى كل حال من حيث الاستحسان والاستقباح، فالاستحسان هو أن يكرم هذا الذي هو محل إكرام ومحل احترام، وأن لا يتعمد إهانته بما يعتبر إهانة. نعم. سائلة عبر تويتر أيضا تقول ما حكم العمرة بدون محرم بسبب أن الزوج لا يريد السفر لأسباب صحية وأيضا لا يريد العلاج، وأيضا لها أخ آخر منشغل في حياته ولا تريد أن تكلف عليه وليس لديها أولاد؟ هي على كل حال طالما أنها فاقدة المحرم فعلى كل حال يعني من المعلوم بأن الحج والعمرة ركنان من أركان الإسلام. الحج ركن من أركان الإسلام. صحيح. والعمرة كذلك واجبة، وبعض أهل العلم قال بي على كل حال يعني بأنها ركن كما أن الحج ركن، لكن الذي عليه مجموعة من أهل العلم أنها واجبة والركن هو الحج نفسه. فالحاصل
أن المرأة هي على كل حال مكلفة كتكليف الرجل، والحج واجب عليها، والعمرة واجبة عليها كذلك. وبناء على هذا فهل يعني فإذا فلو لم تجد محرم، لو لم تجد محرم لسقط الوجوب عنها، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. لكن السؤال الآخر أنها هي في الواقع راحت وسافرت وحجت وبدون محرم، فما حكم عمرتها أو حجها، والحال أنها حجت أو اعتمرت بلا محرم؟ الجواب: الحج صحيح والعمرة صحيحة، وعليها إثم سفرها بلا محرم. نعم. أيضا هنا سؤال يا شيخنا: ما الأصح عند القيام بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، قول ربنا ولك الحمد أو قول اللهم ربنا ولك الحمد؟ لا، هو ممكن كذلك أن تقول هو الذي ورد ربنا ولك الحمد، وكذلك ربنا لك الحمد بدون واو. نعم. وأيهما أصح؟ أو يعني على كل حال قول أيهما أصح، كلاهما صحيح، وإنما أيهما مثلا الأفضل، يعني هل أقول ربنا ولك الحمد أو أقول ربنا لك الحمد، أيهما أكثر تقديسا وتمجيدا لرب العالمين، ونسبة الفضل والكرم والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. الواو هنا مجموعة من أهل اللغة قالوا بأن الواو هي تدل على محذوف من الكلام، بمعنى كأنك تقول في ربنا ولك الحمد: ربنا لك المجد ولك الثناء ولك الخير ولك 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 الحمد، صير الواو عاطفة على محذوف، فهذه في الواقع تدل على أنك حمدت ربك بكثير من المحامد والتمجيدات، بينما إذا قلت ربنا لك الحمد فأنت حمدت ربك وحمد يستحقه سبحانه وتعالى، لكن ليس كصيغة ربنا ولك الحمد. فلعل ربنا ولك الحمد مجموعة من أهل العلم قالوا إن فيها من الفضل والمحامد والتمجيد لله سبحانه وتعالى ما في الصيغة الخالية من الواو. نعم. وزيادة اللهم يا شيخنا، ها؟ اللهم زيادة، هل ورد يعني هل هذه تخل بالصلاة؟ لا، ما تخل أبدا، وهي في الواقع دعاء لرب العالمين ولا يظهر فيها، لكن هل هي أيهما ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد؟ الحاصل إن شاء الله تعالى كلم. نعم، نستأذنكم في هذه الاتصالات مع الشيخ أم أحمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم أحمد. لو سمحت، أنا سألت السؤال أمس لفضيلة الشيخ بالنسبة لحلقة التحفيظ، فأجابني يقول لا يجوز، أنت تشوف السؤال يقول لا يجوز، فأنا ما أقول إن في تكييم ولا في شهادة بتوظف فيها. أنا أمية وكبيرة في السن. يعني لا يترتب على تسميعك مثلا وضع شهادة أو وضع تقييم معين؟ لا، هي قيمتني في الصور اللي أنا أخذتها، قيمتني شهادة عادية، يعني تقييم، بس ما هو للوظيفة أو لأي شيء. لا لا لا، الشيخ لا أيضا لا يعني في إجابته، لو عدنا إلى الإجابة بالأمس، لا يعني في ذلك أن في هذا الأمر وظيفة أو يعني منفعة دنيوية، وإنما عندما تقيمك المعلمة وتقول أنك أجدت وحفظت فهذه أمانة وشهادة لها، فلا بد أن تكون المعلمة دقيقة في هذا الموضوع. هذا يعني هذا ما كان من إجابة فضيلة الشيخ. طيب أم أحمد، في سؤال آخر؟ الله يحفظك. ذهبت أم أحمد. طيب، سعد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سعد.
زاد فضلكم. الله يحييكم. عندي سؤالين. طيب ارفع صوتك الله يحفظك. عندي سؤالين. السؤال الاول نعم. بالله من الشيطان. هنا عندما نقول ندعو بما اتفقك الله وفددك الله، ما مفهوم التوفيق وما هو مفهوم السداد؟ ما هو مفهوم التوفيق والسداد؟ يعني الدعاء. طيب السؤال الثاني يا سعد. الثاني عندما يعتقد أن الإنسان يطر على باب خواطر طيبة، يعني تأتي هي خواطر طيبة، فهل هو يصب عليها أم لا يصب؟ ماذا إذا أتته خواطر طيبة ثم ماذا؟ خواطر طيبة، هل هو يصب عليها عندما تأتيها حالها؟ يعني مثل إيش خواطر طيبة؟ يعني وضح، يعني أعطنا مثال. مثلا جاء في نفسه انه يشب الخير، يدعو الى الله وينشر الخير، يجي هذا خلاص. طيب عندي كذلك سؤال ثالث طرح على بالي الان. تفضل. ما هي الخلافه للجبل او المستسلم؟ هل المستسلم اللي يجاهد نفسه عليها الانسان هل يكون هو اعظم اجر من التي فطر عليها؟ طيب شكرا لكم. شكرا لك يا سعد. علي من السعودية، السلام عليكم. السلام. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السؤال الأول يا علي. السؤال الأول دعاء الاستفتاح بعد كل تسليمتين أو أنه في الصلاة على طول، يعني كل تسليمتين دعاء الاستفتاح في قيام الليل؟ في قيام الليل أيوة. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني السجود السجدتين، إذا انتهيت يعني في سجدة السجدة الثانية تعيد الركعة كاملة أو أن تسجد سجود السهو بس أو تسجد السهو بعد الله عن ذلك؟ واضح؟ ما اتضح لي السؤال الثاني الآن. تسأل عن سجود السهو ماذا به؟ أقول أنا لما أسجد سجدتين إيه؟ السجدة الثانية أسهى فيها قيام الليل، ما أدري سجدة أو سجدتين، ففي هذه الحالة أسجد سجود السهو أو أني أعيد الركعة كاملة وأسجد سجود السهو؟ واضح؟ أنت سهيت في أيضا في سجود السهو نفسه؟ هكذا سؤالك؟ أيوة سؤالي. أقول لك أنا لما أسجد إيه؟ في قيام الليل إيه؟ أسجد ما أدري أنا سجد سجدة واحدة ولا سجدتين. في نفس السجود السجود أيوة السجود الصلاة. أي نعم. نسيت، هل أنت سجدت سجدتين أو سجدة واحدة؟ شكيت في هذا الأمر. هل تسجد سجود سهو أو لا؟ أو تعيد الركعة. أيوة نعم، جزاك الله خير. طيب شكرا لك. شكرا لك. إم مرام من السعودية، السلام عليكم يا مرام. السلام عليكم. تفضلي يا مرام. عليكم السلام ورحمة الله. حكم الأخذ بقول من يقول أنه لا حد لأكثر الحيض ما لم يطبق عليها أكثر الشهر فتعتبر استحاضة. هذا السؤال ورد في تويتر، وأبشر يا مرام أبشر، لذلك الأسئلة ما شاء الله يعني أنا أخذها بالدور. في سؤال آخر يا مرام؟ لا تمام. أبشر يا مرام. شكرا لكم جميعا مشاهدينا. نعود إلى شيخنا. وأيضا من أسئلة تويتر يقول ناجي، ما الأفضل لمن دخل المسجد ووجد الإمام راكعا، هل يسرع أم يتمهل؟ لا، ينبغي له إذا دخل والإمام راكع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امشوا وعليكم السكينة. السكينة هل هو التعجل ولا الأنات؟ لا تمهل. نعم تمهل والأنات. نعم. فإذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول امشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. بارك الله فيكم. سعد من السعودية يقول عندما نقول وفقك الله وسددك، ما المقصود بالتوفيق والسداد؟ التوفيق معلوم بأن الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر الذي فيه سعادته وفيه خيره في حياته الدنيا وفي الآخرة. هذا لا شك أن هذا توفيق من الله، حينما ييسر الله له أمر محب، أما أمر اتباع ما يحبه الله ويرضاه،
ما يأمر به صلى الله عليه وسلم اتباع ما فيه الاتجاه السليم نحو الأخذ بما يرغم الشيطان وبما يحبه الله ويرضاه. كل هذا نوع من التوفيق، والسداد هو الحصول على الإجابة أو الاتجاه أو الإجراءات التي من شأنها أن تكون متفقة مع ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى من أوامره، ومن كذلك الابتعاد عن نواهيه وعن جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن محبة الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله ذلك يا شيخ، بارك الله فيكم. يقول أن تأتيه خواطر طيبة مثل حب الخير للناس، فعل الخير، هل يثاب المسلم على هذه الخواطر وإن لم يفعلها؟ على كل حال، أما الخواطر فالخواطر لم تكن منه، وإنما هي خواطر نفسية، لكن هذه الخواطر النفسية إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للاستجابة إلى هذه الخواطر التي فيها الخير وفيها الاتجاه السليم وفيها كذلك ما يتعلق بعلى كل حال الأخذ بالمعروف والابتعاد عن المنكر وعن جميع ما من شأنه أن يعود على نفسه وعلى أسرته وعلى أولاده وعلى مجتمعه بالخير والأمر بما يسعد به ويسعد به من أمره، كل ذلك في الواقع من الخواطر الحسنة التي يثاب عليها الإنسان، لا سيما حينما ينظر في خواطره وينظر أنها خواطر ذات أثر كبير في سبيل الاستجابة إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الأمر المعروف وإلى ما فيه النهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم. أيهم أعظم أجر، الأخلاق المكتسبة أو الأخلاق الجبلية التي تكون في الإنسان؟ لا شك أن الحمد لله كلهم طيبات، لكن الأخلاق المكتسبة، الأخلاق المكتسبة هذا نتيجة مجهود مبارك واستجابة للخير، وأما الأخلاق الجبلية فعلى فالله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأن جعله كريما، جعله صالحا، جعله من أهل الخير ومن أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من أهل كذلك الدعوة إلى ما فيه سعادة الشرائح الاجتماعية الإسلامية ونحو ذلك. لا شك أن على كل حال من وفقه الله لأوامر جاءت عن طريق الجبلة فهذا فضل كبير ونعمة عظيمة للإنسان من ربه، ولكن حينما يكون لديه التخلق بأخلاق ذات أثر كبير في سبيل الاستقامة وفي سبيل الصلاح، في سبيل نفع نفسه وفي سبيل نفع غيره، وعلى كل حال يعني كذلك التخلق بما يراه عند الآخرين ممن أخذ بالأخلاق الكريمة، لا شك أن ما تحصل عليه من التعلم ومن على كل حال الاستجابة للخير وداعي الخير في هذا فضل كبير، والأخلاق الجبلية الكريمة هذا كذلك فضل عظيم من الله لعبده. نعم. نسأل الله من فضله وأن يوفقنا إلى كل خير. علي من السعودية يسأل عن دعاء الاستفتاح في قيام الليل، هل يكون يعني بعد كل تسليمة وبدأ في ركعتين قادمتين
يقرأ دعاء الاستفتاء. نعم الحقيقة على كل حال جزاه الله خير. أما أخونا علي فعلى كل حال أعطانا سؤال وهو سؤال في الواقع على كل حال تقتضيه الحال، وهو أننا نشاهد من كثير من أئمة المساجد في رمضان وفي التراويح نجدهم حينما يبدأون أول ما يبدأون بالتسليمة الأولى يكون منهم قراءة الاستفتاح، ثم بعد ذلك بمجرد ما يقوم للتسليمة الثانية على طول الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما يقرأ. ويعني وقد سئل بعضهم فقالوا هناك أقوال لبعض أهل العلم على أن الصلوات كلها في حكم صلاة واحدة، ولكن ليس كذلك، بل كل صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ومستقلة كل صلاة عن الصلاة الأخرى، فما الذي يجعل أن يكون الاستفتاح لجميع الصلوات جميع التسليمات 10 تسليمات 5 تسليمات وكلها ما تحتاج إلا استفتاح واحد، مع أن كل تسليمة هي في الواقع مستقلة تمام الاستقلال بجميع ما يتعلق لهذه الصلاة من شروط وأركان وواجبات ومستحبات، سواء كانت مستحبات قولية أو مستحبات فعلية، ومبدوءة بالتكبير ومختومة بالتسليم ومستقلة عن التسليمة الأخرى. فإذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الاستفتاح مسنون لكل تسليمة والله أعلم. نعم. أيضا من نسي سجدة أو شك هل هو سجد سجدتين أو سجد سجدة واحدة في قيام الليل أو حتى في الصلاة المكتوبة، هو إذا نسي حفظكم الله في صلاته مثلا صار عنده أكثر من موجب لسجود السهو، لكن ليس سجدة للسهو فقط أو سجود للسهو فقط، وإنما هو نسي في الركوع ما نسي، ونسي في السجود ما نسي، ونسي في التكبير من التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ما نسي. يعني نعتبر بأنه نسي مثلا يعني أربع أخطاء أو نحو ذلك وهي كلها واجبات، فنقول يكفيها سجود سهو واحد. نعم الحمد لله. هو أشكل عليه هل يسجد سجود سهو أو يعيد الركعة؟ لا في حال نسيان أو شكه في السجود، هو طالما أنه الآن يبغي يسجد، لكن هل يسجد سجود واحد أو أكثر من سجود؟ فيسجد سجود واحد ويكفي هذا السجود عن أن يسجد لكل خطأ من الأخطاء الجابر لها سجود السهو. نعم. نذهب إلى أسئلة تويتر. يزيد يقول في الحديث من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، البعض يغير في الصيغة فيقول جزيت خيرا أو الله يجزيك خير، هل هذا أيضا أبلغ في الثناء؟ طيب الذي يظهر لي والله أعلم أن جزاك الله خيرا أفضل من جزيت خيرا، فحينما يدعو ويتجه إلى رب العالمين الغني المغني واسع المغفرة واسع الرحمة واسع العطاء أيه جزيت خيرا، كأنه جزيت خيرا يعني أحد أعطاك مكافأة على ما أعطيه. لكن أنت حينما الآن تطلب أو تدعو من غير الله يعني مكافأة، معلش ما نقول هذا شرك ولا هذا كذا، بل على كل حال أنت تدعو من غير الله مكافأة لكنه مما يقدر عليه، ولكن أيهما أكثر؟ هل الأفضل أن تدعو الله سبحانه وتعالى أو تدعو غير الله؟
لا شك أنك حينما تدعو الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى عنده من الخير والفضل والعطاء وجزالة العطاء الشيء الكثير مما لا يمكن أن يكون عند قريب مما عند عباده سبحانه وتعالى. فإذا لا شك أن يعني فيما يظهر لي أن جزاك الله خيرا أفضل بكثير من جزيت خيرا وفي كل الخير. الحمد لله. مرام تسأل: ما حكم الأخذ بقول أنه لا حد للحيض ما لم يطبق عليه أو ما لم يطبق عليها الدم طوال الشهر، فإن أطبق عليها الدم كان استحاضة؟ الذي عليه جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين ومن علمائنا المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه والشيخ كذلك محمد بن عثيمين رحمة الله عليه وغيرهم من أهل التحقيق، هم في الواقع يرون أنه لا حد للحيض لا لأقله ولا لأكثره، وإنما معيار وجود الحيض هو وجود الدم، فإذا وجد الدم فثم الحيض، وإذا انقطع فعلى كل حال فقد انقطع وجاءت الطهارة، فعلى كل حال يعني. وأما القول بأن غالبه هو حده 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو نحو ذلك، فهذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما أخذ بالأغلب، والأغلب على كل حال يعني ممكن أن يكون الأغلب كذلك مشمول على كل حال وجود الحيض، سواء كان كثيرا أو كان قليلا، كان في الحيضة الأولى 4 أيام أو 5 أيام، وفي الحيضة التي قبلها أو التي بعدها دون ذلك أو أكثر. فالحاصل أن المعيار في ذلك هو الدم، فإذا وجد الدم فثم الحيض، وإذا انقطع الدم فثمت الطهارة. نعم، نستاذكم في هذه الاتصالات شيخ عبد الله. أم حسن من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم حسن. أنا ابن حلاقة في التحقيق، وأنا ما أعرف التجويد أعرفه، لكن كثيرة النسيان، يعني لا صليت ولا جوت بالقرآن، هل علي دم ولا ما علي دم؟ طيب. وثاني ما هو؟ نعم. ولا صلى، والثاني ما هو يعني لعد النحاف صفة ولا الصورة، ويعني نسيت وصفها قريت من تاليها، يجوز ولا ما يجوز؟ وشكرا. كيف قريت من تاليها؟ يعني يعني مثلا حافظة الصفحة الأولى قريت ايه؟ نصها، ولا أنا ما أحفظت الثاني وتعدى وأنقل في آخرها اللي حافظتها. وأنت في الصلاة؟ اي في الصلاة. ايوه في نفس الركعة. ايوه احيانا في الركعه واحيانا في الركعه الثانيه، في أيه. يعني مثلا في الفرض الركعه الثانيه. طيب. يجوز ولا ما يجوز؟ طيب لازم متابعه. طيب. بدر من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. يا مرحبا يا بدر، تفضل يا سيدي. الله يعافيك. السؤال الاول، طال عمرك، حكم الصلاه خلف الامام الذي لا يطبق التجافي بين الاعضاء في السجود. واضح. طيب. السؤال الثاني. نعم. زيادة الكلام في الصلاة، مثل الإمام يعني بين الركعة الأولى والثانية أو عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، قيام للركعة الثانية، نسمع صوتي تسمية، يعني يقول بسم الله كذا. يعني في زيادة كلام هذا بين الركن أو بين الركعة الأولى والثانية، هل التسمية هذه جائزة في الصلاة؟ قبل أن يقول الفاتحة يقول بسم الله؟ لا مو قبل الفاتحة، عند القيام الركعة الثانية. واضح؟ احنا ساجدين وهو عند القيام نسمع الصوت، يسمع بسم الله قبل التكبير أيضا؟
ايوه قبل التكبير. اه قبل التكبير تنتقل. الله اكبر وحنا نقوم معه. طيب هذا هي. جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا لك يا بدر. شكرا لجميع المتصلين. ام حسن تقول هل يأثم الإنسان إذا لم يجود في قراءته للقرآن سواء في الصلاة أو في التلاوة العادية؟ هي يعني كثيرة النسيان، امرأة كبيرة في السن تحفظ ما تيسر من القرآن، ولكن قد يشكل عليها مسألة التجويد. التجويد ليس شرطا من شروط التلاوة، الحمد. بل على كل حال هو من عوامل تحسين القراءة. فعلى كل حال فمن قرأ بدون تجويد فالحمد لله فهو قرآن وله إن شاء الله تعالى أجره. لكن إذا جاء يعني إتقان القراءة بما يتعلق بأحكام التوجيد أحكام التجويد، لكن بطريقة كذلك ليست فيها الترحيلات التي في الواقع على كل حال تخرج القرآن من أسباب الاقتناع وكذلك يعني والارتياح والخشوع نحو ذلك. لأكثر ما يكون يعني مثل الآن هالقراءات التي نرى فيها من التمديد والتمطيط والترحيل ونحو ذلك ما يخرجه عن أن يكون هدى وبيانا وإرشاد إلى أن يكون من الأصوات المحتاجة أو على كل حال يعني المستخدم فيها الترحيل وتحسين الأصوات ونحو ذلك، وبعد أو صرف التالي أو كذلك السامع نفسه صرفه عن الاتعاظ والاعتبار والانتفاع بكتاب الله. فينبغي لنا في الواقع أن يكون ترتيلنا لكتاب الله ترتيل من شأنه الإتقان في إخراج حروفه وفيما يتعلق ببيانه ووضوحه، ولكن لا يكون على طريقة تلحين كتلحين المغنين ونحوهم. هي أيضا يعني إذن لا يأثم ممن لا أبداً قرأ دون تجويد، ولا يأثم كذلك سواء في الصلاة وفي غيره. وإذا كان هناك يعني يقول والله حتى كذلك يعني التجويد وتقوية القراءة أنا لا أستطيعها، لكن إذا فنقول اتقوا الله ما استطعتم، فعلك بالله إن شاء الله أجره. ولا يقال بأن أجرك لا يمكن أن يتم إلا بتجويد وبعلى كل حال العناية بأحكام التجويد وما يتعلق به. فعلى كل حال هي سألت في الصلاة يا شيخ، في الصلاة أو سواء كان في الصلاة أو في التلاوة أو في غير الصلاة. نعم. أيضا وهي تصلي قد تقرأ من أول الوجه ثم تنتصف تقرأ نصف وجه وتنسى النصف الآخر فتنتقل إلى الوجه الثاني وهي في الركعة الواحدة، ما حكم فعلها؟ يعني تقرأ من حفظها ولا من حفظها؟ نعم من حفظها. نعم. على كل حال تقول اللهم استطعتم، وإذا كانت الآن نسيت بعض الصفحة التي الأولى التي كانت تقرأها ثم انتقلت نظر لنسيانها إلى الصفحة الثانية وهي متقنتها أكثر من إتقانها ما نسيته فلا تثريب عليها. الحمد لله. بدر يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام لا يطبق التجافي بين الأعضاء في السجود. التجافي بين الأعضاء في السجود هذا ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا، وإنما هو من مستحبات الصلاة. فالصلاة صحيحة، ولا نقول بأن عدم التجافي بين اليدين والذراعين وتجافيهما عن الجنبين هذا من على كل حال مسنونات الصلاة. نعم. أيضا يقول أن هذا الإمام يزيد في بعض في كلام يزيد في الكلام في الصلاة، يأتي بألفاظ ليست موجودة في الصلاة كقول بسم الله مثلا قبل إذا انتقل مثلا من السجود إلى وقام لأداء ركعة جديدة، فقبل أن يكبر يقول بسم الله ثم يكبر
ثم مثلا يبدأ في الفاتحة. لا ينبغي أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ومجموعة من أهل العلم قالوا بأن الصلاة قد لا تصح حينما يزاد فيها ما ليس منها مما جاء توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم به. لا تصح على الإمام أو أيضا يشمل المأموم؟ لا تصح على الإمام والمأموم، لأن كذلك صلاة الإمام هي في الواقع على كل حال مرتبطة بصلاة المأموم. إذن ينبه على هذا. نعم نعم. ننتقل إلى أسئلة تويتر أحسن الله إليكم. هنا محمد حواس يقول: هل توصيف المطلوب في الدعاء يعتبر من الاعتداء؟ توصيف المطلوب في الدعاء، أريد شيئا معينا في الدعاء ووصفه، مثلا أريد مثلا كان يقول والله اللهم ارزقني زوجة ودودا ولودا كذا مثلا. نعم. ما يظهر في ذلك شيء الحمد لله. قد يختلف التوصيف يا شيخ من دعاء إلى دعاء. أن المهم أنه لو على كل حال قال لي واللهم ارزقني زوجة كحوريات الجنة، هذا ممكن أن يقال هذا فيه نوع من الاعتداء في الدعاء. لو أرسل، لكن يعني سأل سؤال وفي نفس الأمر وصف هذا السؤال بما هو معقول ومعلوم. نعم. فلا يظهر بذلك بأس. نعم. أنا أتمنى الأخ محمد أن يرسل صيغة الدعاء حتى يستطيع الشيخ أن يجيب على نفس الصيغة. نختم بسؤال أم علي الحيدان تقول: هل يجوز صرف الزكاة على شكل بطاقات تعطى للمحتاجين ويشترون بهذه البطاقة حاجاتهم الغذائية؟ الحمد لله. نعم، لأن هذه البطاقات الآن البطاقة مذكورا في هذه البطاقة قدر المبلغ اللي فيها. هذا تشتري به مثلا بما قيمته 100 ريال 200 ريال هذا شيء من هذا. وهذا في الواقع على كل حال جائز. وقد يكون هذا بعد كذلك، أنا ألاحظ بأن بعض أهل التموينات عندهم الآن يضعون بطاقات على أساس البطاقة من جاء بها فيعطى بقيمة هذه البطاقة من أنواع البضائع أو الأطعمة أو الأشربة أو نحو ذلك. فإذا كان كذلك فهذا الحمد لله يعني لا بأس به. وقد يكون كذلك، قد يكون في هذا مما هو أفضل من أن تعطي نقود، فأنت حينما تعطي نقود لعلى كل حال واحد يعني عنده شيء من الانحراف، مثلا يشرب الدخان، مثلا يشرب خمر، مثلا يشتري مخدرات، لكن حينما تعطي هذه البطاقة وهذه البطاقة ممنوع يعني ما محددة لشيء ما يشتري بها إلا أمور هو محتاج إليها فيما يتعلق من أكل وشرب مباح ويحتاج إليه أو يحتاج إليه أولاده وأسرته، فهذا لا بأس بذلك. وقد يكون هذا أفضل من أن تعطيه نقود قد على كل حال لا يكون صالحا لاستخدامها. شكرا لكم معالي الشيخ، بارك الله فيكم. كذلك أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا آخر عهدنا. آمين. بإخواننا. آمين. وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأن يجعلنا ممن استمع القول واتبع أحسنه، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشكر يمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على حسابات قناة الرسالة في تويتر واليوتيوب. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجيه ولا